السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في مجمع بروج سكاي الدور الثامن. جينا نصور لكم شقة يسار، شقة رقم 22 زي ما احنا ملاحظين. اسانسيرين موجود في كل مبنى، مخرج الطوارئ، مدخل الشقة من هنا. اول ما نخش عندنا المنطقة هذه اللي على اليسار، منطقة خاصة نقدر نحط فيها دواليب خاصة بالأحذية واللعبات. نيجي هنا على اليمين، هذه الغرفة الأولى، مساحتها جميلة ما شاء الله تبارك الله، لها واجهة أمامية على البحر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، واجهة أمامية على البحر. المجمع في منطقة كاشستو، منطقة كاشستو حيوية جدا، مخدوم بكل الخدمات، مواصلات، سوبر ماركتات، مطاعم، مول جواهر مقابل المجمع تقريبا 3 دقائق نوصل لها. نكمل تصوير الشقة، نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على الصالة. ما شاء الله مساحة الصالة كبيرة وشرحة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، لها واجهتين ما شاء الله، واجهة من اليسار على الطبيعة، وفي مخرج البلكونة من هنا، واجهة أمامية على البحر. شوفوا مساحة البلكونة ما شاء الله، مساحتها كويسة ما شاء الله. من الجنب عندنا اطلال على الطبيعة. المجمع راح يكون فيه ألعاب أطفال، مواقف للسيارات، بالإضافة إلى ذلك جلسات عائلية. كل الخدمات هذه راح تكون متوفرة في المجمع. مقابل المجمع فيه مسجد وسوبر ماركت، المواصلات واصل المجمع يعني مخدوم كل الخدمات. نطلع من الصالة، مقابلنا هنا حمام الأول أنتم بكرامة. نجي هنا على اليمين المطبخ، مساحة المطبخ ما شاء الله مساحة كويسة وجميلة، راح يتم تركيب دواليب المطبخ. وفي مخرج البلكونة جانبية من المطبخ، إطلالة البلكونة التابعة للمطبخ على المجمع من الخلف. عندنا إطلالة جانبية على الطبيعة. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من المطبخ نجي هنا على الغرفة الثانية. اطلالة برضو من الجهة الخلفية على المجمع. هنا راح يكون حمام الرئيسي التابع للشقة مجهز، بس باقي نركب السيراميك والمرحاض والمغسلة والمروش، يعني حاجات سريعة جدا يتم تركيبها. نجي هنا أخيرا على غرفة الماستر، إطلالتها من الخلف أيضا على المجمع. زي ما قلت لكم في سوبر ماركت شوك هنا قريب، وعندنا مسجد هنا، يعني الموقع جدا مخدوم، وفي حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية. شقة 3 غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع. الدور الثامن، شقة رقم 22.